مرحلة سيستعرض أشاوس الجو أمامكم عملية التزويد بالوقود جوا لطائرتين للدفاع الجوي سوخوي 30 من طرف طائرة التموين إليوشين 78 كما تضمن طائرتان مقاتلتان من طراز سوخوي 30 وفي نفس التشكيل عملية المراقبة الجوية لهذه المهمة حيث يبرز هذا التشكيل قدرة طائراتنا المناورة على التحليق والمكوث أكبر قدر ممكن من الزمن في الجو بعد التوغل في عمق العدو وضرب مؤخراته